وإن شاء الله راح نعوض. هسه عندنا تقريبا أكثر من 20 دقيقة، نص ساعة، إذا أكو شيء هم بعد السمول جروب أنا حاضر. زين، فأني هسه إيش راح أسوي؟ راح أنطيكم ملخص عن المحاضرة اللي هي الأدابتيشن أوف ميتابوليزم into abnormal conditions اللي هما ال pregnancy and exercise. نيجي على البريجننسي. شوف، بالبريجننسي لازم عندنا في الشغلتين تفهموها. اول شيء we have so many hormones that adapt the body for the abnormal new condition اللي هو the presence of the fetus. زين، ماكو شير؟ لا شير ماكو بابا، ماكو شير. زين، فالهرمونز اللي عندنا بالبريجنسي شنو؟ عندنا الانسولين واحد، وعندنا 3 انتي انسولين هرمون اللي هم يعني مو الانتي انسولين هرمون اللي حكيناه بالكنترول اوف بلود جلوكوز ليفل، اللي هو الادرينالين والجلوكاجون والكورتيزول والجروث هرمون. لا، هنا الانتي انسولين هرمون 3 اللي هو الاستروجين والبروجستين، يعني استروجين والبروجستينز، معناها الاسترادايول والبروجسترون، زائد ان بلاسينتا لاكتوجين. ذول الثري هرمون سكريتد باي ذا بلاسينتا، لكن بالبدايه سكريتد الاستروجين والبروجسترون سكريتد باي ذا اوفريز. زين، الانسولين شغله شنو؟ يقلل البلد جلوكوز ليفل بالبلاد مات المذر. الانتي انسولين هرمون تند اور تراي تو اليفيت البلد جلوكوز ليفل. ليش؟ in order to prepare the body for pregnancy, in order to adapt the body for pregnancy. زين، فذول الثري هرمونز الانتي انسولين هرمون ياثرون على البيتا سيلز اوف بنكرياس. شو يسووا لها؟ اولا يزيدون عددها ويزيدون حجمها ويزيدون السنسيتيفيتي مالتها المن للبلود جلوكوز ليفل. هالثلاث خطوات هذه من اجل زياده السكريشن اوف انسولين فروم ذيز سيلز. زين، زياده الانسولين سكريشن مقابلها شنو؟ زياده الثري هرمونز ايضا، يعني يزيد الانسولين خصوصا طبعا تدرون انتم البريجننسي احنا مقسمينها تو هاف اوف جستيشن، من 1 إلى 20 أسبوع وبعد العشرين اسبوع اوف جستيشن. من 1 إلى 20 هذا العمل انه الانسولين يزيد والانتي انسولين هرمون يزيدون. من اجل شنو؟ من اجل زياده الانسولين سكريشن، يعني تاثيرات الثري انتي انسولين هرمون على البيتا سيلز اوف بنكرياس. زين، الهدف من السنين هو شنو؟ هو خزن مزيد من الليبيد والكربوهيدرات بالمذر، خزن المزيد من الليبيد والكربوهيدرات بالمذر. والهدف منه شنو؟ الهدف منه انه ال 20 اسبوع او ال 16 او ال 18 اسبوع ما بعد ال 20، لانه الفيتس راح يكبر وراح يحتاج الى كثير من الماكرو مولكيولز، لازم احنا موفرينها لقدام، واحد. واثنين ايضا تخزن ايضا لغرض الدليفري افتر دليفري، لانه راح يفوت باللاكتيشن وباللاكتيشن يحتاج الى ماكرو مولكيولز هواي. فاذا باختصار هي هذه، انه اول 20 اسبوع يصير سكريشن مال الهرمونز ذول ثلاثتهم، الانتي انسولين هرمون اول مره من الاوفري، بعدين يصير من البلاسنتا
يعني ورا ال 12 اسبوع من الجستيشن الاوفري بعد ما يفرز استروجين بروجسترون، يفرز قليل، يصير الافراز كله من البلاسنتا، و يصير سكريشن مالت انسولين ايضا يزيد، الهدف منه هو مزيد من المواد تخزن. زين، خزن مواد وايضا ترك البلد جلوكوز ليفل بالبلد شويه عالي، ليش؟ حتى ينقل للبلاسنتا وبعدين ينقل وين؟ للفيتس، لانه الانتقال بالديفيوجن، والديفيوجن يتطلب كونسنتريشن مال جلوكوز عالي بالبلد حتى مال المذر، حتى ينقل وين؟ ينقل للبلاسنتا ثم الى الفيتس. زين، هذا بالنسبه للاسبوع الاول، الاسبوع الفتره الاولى العشرين. بالعشرين الثانيه شو يصير؟ الاحتياج مالت المذر مالت الفيتس يصير عالي، لانه يبدي يزداد وزنه وحجمه والى اخره. طبعا الحجم مالته بحدود الوزن مالته بحدود 3 كيلو، في حالات معينه يزيد اكثر من 3 كيلو اسباب اخرى. ووزن الحامل كله راح يزيد من 8 الى 10 كيلو، من 8 الى 10 كيلو. طبعا حدود 3 هو وزن الطفل، والفات حدود 3 الى 5 ينخزن، والبقيه ريتينشن اوف ووتر اند الكترولايت. زين، عندنا فت حاله نسميها جستيشنال دايابيتس. بالجستيشنال دايابيتس يصير السنسيتيفيتي اوف بيتا سيلز اوف بنكرياس ما تكون بالمستوى المطلوب، ما تكون ان ابروبريت نسميها، يعني غير مناسبه، وبالتالي السكريشن اوف انسولين يعني ما يصير قد الاحتياج، وبالتالي تصير هايبرجلايسيميا ان ذا بلاد اوف ذا مذر، ويسميها الحاله الجستيشنال دايابيتس، السكر الحملي. هاي القضيه تصير لدى 10% من النساء الحوامل، ويظهر السكر الحملي اكثر في الغالب بالاسبوع ال 24 الى اسبوع 28 من الجستيشن، ولذلك طبيبه النسائيه المفروض تتحرى عن وجود الجستيشنال دايابيتس بهذا الوقت. زين، في حالة إذا أكو خلي أطلع الرابط، خلي أشوف الرابط وينه. في حالة إذا أكو جستيشنال دايابيتس المفروض يتعالج. بيش يتعالج؟ يتعالج بالإنسولين. ما يصير أنت هايبرجلايسيميك دراج متفورمين وغير متفورمين، لأنه المشكلة وين؟ المشكلة بالسكريشن أوف إنسولين مو بالأكشن مال الانسولين. زين، زين، فهذا الملخص مالت الجستيشنال دايابيتس. اذا الجستيشنال دايابيتس لازم يتم التحري عنه بالاسبوع ال 24 الى 28، يصيب 10% من الحوامل.
العلاج مالته يصير، التشخيص مالته يصير بالفاستنج بلود جلوكوز ليفل لدى الحامل، واهم شيء الجي تي تي الجلوكوز تولرانس تيست. جلوكوز تولرانس تيست الجي تي تي اهم شيء الجلوكوز تولرانس تيست زين، والعلاج يصير بالانسولين. هذا ملخص الجزء الاول اللي هو الاب نورمال او الادابتيشن اوف ميتابوليزم بالنسبه للبريجننسي. بالنسبه للحاله الثانيه اللي هي الاكسرسايز، عندنا 3 تايبس اوف اكسرسايز. عندنا الفاست اللي هو السبرنت نسميه، يعني الركض رننج فور 100 meters، ركض مال 100 متر، هذا يكون سريع وفيجرس شديد. وعندنا المودريت اللي هو الركض ابو 1500 متر، وعندنا الركض السلو اكسرسايز اللي هو الماراثون 42 كيلو. هاي ارقام عالميه، يعني ارقام الاكسترا ديماند معناها الطلب الزائد، الطلب الزائد الاكسترا ديماند، وهو الفيتس، وجود الفيتس بالمذر بالحامل هو شو اسمه نعتبره اكسترا ديماند، فالطلب عالي لانه بمكان ما احتياج مال بشر واحد يصير احتياج مال بشر عدد 2 زين. ف صراحه سانزل الرابط. فاذا شنو عندنا؟ قلنا الحاله الاولى اللي هي البريجنسي. نجي على الاكسرسايز، قلنا الاكسرسايز 3 تايبس، وال3 تايبس هم كوبينج طلاب. هذا اللينك مالت الجسم، بس لا حد يطيل غيره، ترى تطول غيره يعني نخرب، عندنا اجراء نسوي زين. نجي على ال 3 تايبس اوف اكسرسايز اللي هو نعيدها، اللي هو الفيجرس سيريوس اللي هو نسميه السبرنت او الفاست او ال 100 رننج، ال 100 متر رننج واحد. اثنين عندنا ال 1500 متر اللي هو المودريت، والنوع الثالث نسميه السلو اكسرسايز اللي هو الماراثون 42 كيلو متر زين. نجي نحسب ال شنو الزوم نجي نحسب ال او نناقش الميتابوليزم بالثري تايبس. هذا نناقش بالثري تايبس زين. ايش راح يصير عندنا؟ نلخصها بالاشياء الاتيه. طبعا احنا الحاجه مال الميتابوليزم المن نحتاجه اكثر شيء الى المسلز،
حاجة المسلز للميتابوليزم أثناء الأكسرسايز. والمسل منين تأخذ الطاقة مالتها؟ تأخذها من المصادر الآتية. أولا الخزين مال الجلوكوز والاي تي بي الموجود بالتشو، طبعا الجلوكوز اللي هو ايضا موجود بالبلاط، يعني موجود بالتشو يجي من البلاط قصدي بالعضلات، وهذا يعني ممكن ان يتشفي العضله الى مده جدا قليله، وبالتالي العضله ايش لازم تستخدم؟ لازم تستخدم الستورج فيول مالته اللي هو الجلايكوجين. الجلايكوجين اذا يريد الجسم يكسره يكفي تقريبا حسب النوع الاكسرسايز، اذا اكسرسايز شديد او متوسط او سريع. عموما وكملخص الى هذه القضيه، الاكسرسايز الميتابوليزم اثناء الاكسرسايز يتضمن، قلنا اختصرها حتى لانه وقت ماكو والله تعدي حدود 7 دقائق. الفاست او الفيجرس اكسرسايز تقريبا 90% منه هو انيروبيك. ليش انيروبيك؟ لانه السبلاي اوف اوكسجين تو ذا سيل يصير insufficient، وبالتالي المسل سيلز مالت المسل لازم تأيض الجلوكوز انيروبيكلي تحوله الى لاكتيت وتحصل 2 اي تي بي من كل جزيئة جلوكوز واحدة فقط. يعني اكثر من 95% هو شنو؟ الميتابوليزم يكون انيروبيك. زين المودريت الميتابوليزم تقريبا من بحدود ال 50% هو ايروبيك و 50 انيروبيك، لا زال انيروبيك. ليش؟ لانه السبلاي اوف اوكسجين قليل، بينما السلو اكسرسايز اللي هو الماراثون يصير ب الانيروبيك ميتابوليزم كلش قليل، اقل من 10%، في حين الايروبيك يصير تقريبا 90%. زين هسه ال مثل ما قلت لكم ان السورس اوف فيول يعني مصادر الطاقه اي تي بي زائد جلوكوز، وهذا كميته كلش قليله الموجود بالتشو اللي يجينا من البلاط كلش قليله. بعدين راسا ايش يستخدم؟ يستخدم السيل تستخدم الجلايكوجين اللي هو ستورد، واذا هاي في حاله انه يعني فيجرس اور مودريت، وبالحاله الماراثون تستخدم ايضا تستخدم يا تستخدم يا الفاتي اسيد، الفاتي اسيد اللي هو موبلايزد فروم الاديبوس تيشو، من ينكسر الترايجليسرايد يتحول الى فاتي اسيد زائدا ترايجليسرايد زائدا جليسرول. الفاتي اسيد يروح للليفر يتايض، يروح للمصل يتايض، يروح لل شو اسمه للمايوكارديوم الى ديفرنت. والجليسرول هنا يروح وين؟ يروح الى الليفر حتى يتحول الى جلوكوز. هذا ملخص الادابتيشن اوف ميتابوليزم اللي يخص الاكسرسايز ويخص البريجنسي. شكرا جزيلا، وهسه منك 5 دقائق وروحوا على شو اسمه السمول جروب، والرابط ما حدث لي يعني ماكو رابط هسه، والسلام. شكرا جزيلا.